السلام عليكم واهلا وسهلا بكم على قناه طبيب اطفال. معاكم الدكتور محمد دسوقي اخصائي طب الاطفال وحديث الولاده. هكلمكم ان شاء الله النهارده عن التطور الحركي للطفل الرضيع. امتى الطفل يعرف يسند راسه؟ امتى يعرف يتقلب؟ امتى يعرف يقعد؟ وامتى يزحف او يحبي؟ وامتى يقف؟ وامتى يمشي؟ وامتى نقول على الطفل انه متاخر في اي مرحله من مراحل التطور الحركي؟ تابعوا معانا الفيديو للآخر علشان تقدروا تقيموا أطفالكم، هل أطفالكم فعلا متأخرين في التطور الحركي ولا الطفل طبيعي ومفيش مشكلة في تطوره الحركي. الفيديو ده مهم جدا 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 لأي أم عندها طفل رضيع، خليكم معانا. في البداية وقبل أي حاجة لازم أأكد على معلومة مهمة جدا، ممنوع تماما مقارنة الأطفال ببعضهم، ولا في النمو ولا في التطور الحركي ولا في التطور العقلي. كل طفل بيبقى ليه نموه وكل طفل بيبقى ليه تطوره. كل اللي مطلوب ان احنا نبقى عارفين ايه هو الحد الطبيعي لتطور الطفل، وامتى لازم يمر بكل مرحلة في وقتها، وامتى نقول عليه انه اتأخر، ونتابع الطفل بانتظام مع دكتور الاطفال علشان نبقى متأكدين ان النمو والتطور عنده سليم. لكن لو قارنا الأطفال ببعضهم هنلاقي في اختلافات كبيرة جدا ما بين الأطفال، وده هيعمل لنا مشكلة كبيرة ومش هنقدر من خلالها نقيم إذا كان الطفل كويس ولا لأ. علشان كده بأكد في بداية الفيديو مفيش مقارنة ما بين الأطفال حتى ولو طفلين توأم، ما نقارنش تماما ما بين الأطفال. نيجي بقى لعملية التطور الحركي عند الرضيع. الطفل الرضيع في تطوره الحركي بيمر بأحداث متسلسلة لازم تبقى ورا بعضيها، أو كل حدث بيبقى مرتبط باللي قبله. أول تطور حركي عند الطفل الرضيع هو إنه يعرف يحرك رقبته أو يرفع راسه بشكل جزئي، وبنشوف ده بيبتدي يحصل بعد الرضيع ما بيتم عمر شهر. لما الطفل الرضيع بيبقى عمره شهر ممكن نلاحظ إنه بيرفع راسه بشكل بسيط خالص، ممكن توصل لحد 30 أو 45 درجة، ولكن ما بيقدرش يثبتها، ممكن الموضوع يحصل لثانية أو جزء من الثانية وبعدين راسه تبتدي تقع تاني. علشان كده مهم جدا الأطفال الرضع اللي عمرهم أقل من شهر دايما وإحنا شايلين الطفل سواء في الوضع القائم أو هو نايم دايما نبقى ساندين رقبته كويس، لأن الطفل في الفترة دي ما بيعرفش يصلب راسه خالص. الطفل بيبتدي يعرف يسند رقبته أو يصلب راسه، أو إن عضلات الرقبة تقدر تشيل الوزن بتاع راس الطفل، بيحصل الكلام ده ابتداء من الشهر الرابع لحد الشهر السادس. يعني الطفل الرضيع ممكن أول ما يتم الشهر الرابع يكون بيعرف يصلب راسه كويس، أو عضلات رقبته تكون من القوة إنها تعرف تشيل وزن راسه، لكن ده ممكن يحصل بعد الشهر الرابع أو الخامس أو السادس. إمتى نقول إن الطفل اتأخر على ما يصلب راسه؟ لو الطفل تم 6 شهور ما بيعرفش يصلب راسه ويثبتها كويس، يبقى الطفل ده كده اتأخر في عملية سند الراس، ولازم نرجع لدكتور الأطفال يفحص الطفل ده. في بعض أطفال بيحصل عندهم عملية سند الراس أو إنه يعرف يصلب راسه بشكل بدري شوية، ولكن معظم الأطفال بيعرفوا يصلبوا راسهم ما بين الشهر الرابع والشهر السادس، ولو اتأخر عن السادس يبقى الطفل اتأخر في الحركة دي. نيجي للتطور الحركي التاني اللي بيحصل مع الأطفال، وهو إن الطفل يعرف يقلب نفسه. والطفل يعرف يقلب نفسه دي بيبقى فيها حركتين، إن الطفل يعرف يقلب نفسه من البطن للظهر، أو إنه يقلب نفسه من الظهر للبطن. إن الطفل يقلب نفسه من البطن للظهر دي بتحصل بدري شوية، وساعات بنشوفها عند الأطفال ما بين عمر 2 لـ3 شهور أو 4 شهور، لكن إن الطفل يعرف يقلب نفسه من الظهر للبطن بيبقى موضوع أصعب شوية، وبيحتاج تناسق وقوة في عضلات الجسم بتاعت الأطفال، وكمان تناسق ما بين عضلات الذراعين وعضلات الجسم. علشان كده إن الطفل يتقلب من ظهره لبطنه بيحصل متأخر شوية، حوالين الشهر الخامس أو السادس. التطور الحركي اللي بعد كده هو إن الطفل يعرف يقعد. طبعا الطفل مش هينفع يقعد إلا لما يكون صلب راسه كويس، لأن الطفل لو قعدناه وما بيعرفش يصلب راسه ممكن راسه تميل لقدام جامد، وده بيخنق الطفل لأنه بيقفل مجرى التنفس،
علشان كده انا مش بحبذ ان احنا نقعد الاطفال قبل الشهر الرابع لما يكون الطفل بيعرف يصلب راسه كويس، علشان نبقى متأكدين انه عارف يقعد وياخد نفسه وهو مرتاح. الطفل بيعرف يقعد مسنود من الشهر الرابع للشهر السابع، يعني من 4 شهور ل6 شهور نقدر نقعد الطفل بس نكون سندينه، يعني حاطين مخدات حواليه او قاعد في حجر الام ومسنود على الام. لكن الطفل يعرف يقعد لوحده ما بين الشهر السادس للشهر التاسع، يعني الطفل لما يتم 6 شهور لحد 9 شهور يقدر يقعد لوحده. والموضوع هنا زي ما انتم ملاحظين في اختلافات، يعني ممكن طفل يعرف يقعد وهو عنده 6 شهور، طفل تاني 7، طفل تالت 9، ولكن الموضوع ليه رينج ما بين 6 شهور لحد 9 شهور. لو الطفل تم 9 شهور وما بيعرفش يقعد لوحده ولو لثواني، يعني الطفل ممكن يقعد لكن القعدة مش ثابته قوي، يقعد مثلا 10 ثواني ولا حاجة ويبتدي يقع لقدام او لورا، كده الطفل كويس. لكن الطفل لو جسمه مرخي وما بيعرفش يقعد لوحده وتم 9 شهور، يبقى ضروري ان احنا نرجع لدكتور الاطفال يفحص الطفل ده. التطور الحركي اللي بعد كده هو ان الطفل يزحف او يحبي. عملية الزحف او الحبو مش اساسية عند كل الاطفال ومش لازم تحصل لكل الاطفال. في بعض اطفال بيزحفوا وفي اطفال تانية ما بيزحفوش وبيقفوا على طول ويبتدوا ياخدوا خطوات. ولكن عملية الزحف لو حصلت عند الاطفال بتحصل ما بين الشهر التاسع لحد عمر سنة. يبقى الطفل لو هيحبي هيحبي مجرد ما يتم الشهر التاسع لحد عمر سنة. الامهات اللي بيبعتوا يسألوني يا دكتور انا ابني عنده 10 شهور ولسه لحد دلوقتي مش بيعرف يزحف، كده الطفل ده ما تأخرش. طالما الطفل لسه ما تمش سنة يبقى الطفل ده ما تأخرش. عملية الزحف او الحبو لو حصلت عند الطفل الرضيع بتحصل من اول الطفل ما يتم 9 شهور لحد عمر سنة. والحبو زي ما قلنا او الزحف مش اساسي عند كل الاطفال، في بعض الاطفال الرضع مش بتزحف وبتقف على طول. نيجي لعملية الوقوف عند الاطفال الرضع. عملية الوقوف عادة بتحصل ما بين الشهر التاسع لحد عمر سنة، يعني الطفل يقدر يقف بس يبقى مسنود، مامته ماسكاه او ماسكه ايديه او ساند على الحيطة او ساند على مكتب. ده ممكن يحصل من عمر 9 شهور لعمر سنة او حتى سنة وشهرين. ولو الطفل تم 1 سنة و3 شهور ومش بيعرف يقف وهو مسنود حتى لو لمدة بسيطة، يبقى الطفل ده برضو اتأخر شوية ولازم دكتور الاطفال يفحصه. عملية المشي عند الاطفال، الطفل يعرف ياخد حركات بسيطة وهو مسنود ما بين عمر 10 شهور لعمر 1 سنة و4 شهور. ده غالبا الرينج اللي الاطفال يعرفوا ياخدوا فيه خطوات بسيطة بس واحنا سندين الطفل، او الطفل نفسه بيتسند على الحيطة او الحاجات اللي موجودة في البيت وياخد بعض خطوات بسيطة. ده بيحصل ما بين الشهر العاشر لعمر 1 و4 شهور. ولو الطفل تم 1.5 سنة وما بيعرفش ياخد خطوات وهو مسنود، يبقى الطفل ده اتأخر ولازم برضو دكتور الاطفال يفحصه. الطفل يعرف يمشي لوحده ما بين عمر 1 و3 شهور لحد 1 سنة و7 شهور. الطفل في العمر ده يقدر ياخد بعض خطوات لوحده من غير ما يبقى مسنود، ولكن بتبقى خطوات بسيطة وبيبقى الطفل لسه مش عارف يظبط اتزانه كويس، يعني ممكن ياخد 2-3 خطوات ويقع ويقوم تاني ياخد 2-3 خطوات ويقع، يعني بيبقى الموضوع في بدايته لسه مش متزن. لكن الطفل ممكن يعرف ياخد خطوات سليمة ومتزنة من عمر 1.5 سنة لعمر 2 سنين. في الفترة دي حركة الطفل او مشي الطفل بيبقى ثابت اكتر ومتزن اكتر، وبنلاحظ ان عضلات رجليه قادرة تشيله بشكل كويس جدا. ده كده كان تلخيص لعملية التطور الحركي عند الاطفال. وزي ما حضراتكم لاحظتوا كل حاجة الطفل بيعملها بتبقى مترتبة بشكل اساسي على اللي قبلها، يعني الطفل لو اتأخر في الوقوف فطبيعي هيتأخر في المشي وهيتأخر في طلوع السلم، لو الطفل اتأخر في صلب راسه فطبيعي هيتأخر في الجلوس وهكذا. وزي برضو ما حضراتكم لاحظتوا ان كل حركة او كل تطور بيحصل للطفل بيبقى ليه رينج معين في السن
بيبقى ليه حد أدنى وحد أقصى، في طفل بيسبق في حاجة معينة ويتأخر في حاجة تانية، لكن أهم حاجة ما يعديش الحد الأقصى علشان ما يبقاش اتأخر. وهأكد تاني على المعلومة اللي قلتها في أول الفيديو، مفيش مقارنة ما بين الأطفال ولا في النمو ولا في التطور الحركي ولا في التطور العقلي. الأطفال اللي عندهم ضمور في المخ أو اللي عندهم ضمور في العضلات أو اللي عندهم استسقاء على المخ أو اللي عندهم كهرباء زايدة في المخ أو أي مشاكل مخ وأعصاب، الأطفال دولا عادة بيتأخروا في التطور الحركي. فحضراتكم لازم تكونوا عارفين ان الطفل ده متأخر لان عنده مشكلة ما، سواء مخ وأعصاب او مشكلة في العضلات. كمان نقطة مهمة، الأطفال المبتسرين او المولودين بدري قبل ميعادهم برضو عادة بيتأخروا شوية في التطور الحركي. وكمان الأطفال اللي بيعانوا من أمراض وراثية زي الطفل الداون سيندروم، برضو الأطفال دولا بيتأخروا في التطور الحركي لأن عضلاتهم بتبقى أضعف شوية وبيبقى عندهم ارتخاء في العضلات، فبيتأخروا كتير سواء في الأعاب أو في الوقوف أو في المشي. طيب عايزين الطفل يمر بالتطور الحركي كويس وما يتأخرش. التطور الحركي عشان يحصل بشكل سليم لازم تتضافر عوامل كتيرة جدا عند الطفل. أول حاجة هي التغذية السليمة، تاني حاجة إن عظام الطفل تبقى سليمة وتبقى قوية وبتاخد احتياجاتها، تالت حاجة عضلات الطفل تكون قوية وتكون بتتطور بشكل سليم، رابع حاجة إن أعصاب الطفل ده تبقى قوية وما يكونش عنده مشاكل في المخ والأعصاب. نيجي لموضوع التغذية، لازم الطفل ياخد كل العناصر الغذائية اللي جسمه محتاجها. الأطفال قبل عمر 4 شهور أو قبل عمر 6 شهور، الرضاعة الطبيعية المطلقة هي أحسن نظام غذائي للطفل وبيمد الطفل بكل احتياجاته الغذائية. مجرد ما هنبدأ نأكل الطفل سواء عند عمر 4 شهور ل6 شهور، لازم نكتر من الحاجات الغنية بفيتامين دال والغنية بالكالسيوم، منتجات الألبان زي الزبادي والجبنة البيضة والجبنة الشيدر مسموح بإعطائها للأطفال ابتداء من الشهر السادس. يعني الطفل يتم 6 شهور ينفع ياخد منتجات الألبان، من بعد عمر سنة مسموح بإعطاء الأطفال اللبن البقري أو اللبن الجاموسي. وطبعا مع الكالسيوم وفيتامين دال لازم الطفل يكون بياخد بقية العناصر الغذائية اللي جسمه محتاجها، سواء البروتينات أو النشويات أو الفيتامينات أو بقية المعادن. يبقى لازم نغذي الطفل تغذية صحية سليمة. بالنسبة للأطفال اللي بيرضعوا صناعي، فأول 6 شهور بياخدوا أي لبن صناعي رقم 1، من 6 شهور لسنة بياخدوا رقم 2، ومن بعد سنة بياخدوا رقم 3، أو ممكن نبدل اللبن الصناعي بإن احنا ندخل اللبن البقري أو الجاموسي. واللبن الصناعي بالمناسبة في كميات كويسة جدا من الكالسيوم وفيتامين دال، ولكن من بعد 6 شهور لازم نبتدي ندخل الأكل للطفل ونديله الحاجات الغنية بالكالسيوم وفيتامين دال اللي أنا قلت عليها. وكمان مهم جدا الأسماك، لأن برضو الأسماك من الحاجات الغنية جدا بفيتامين دال. حاجة كمان مهمة علشان نخلي التطور الحركي بتاع الأطفال كويس جدا، هو فيتامين دال بالجرعات الوقائية اللي بنديها لكل الأطفال الرضع في أول سنتين. لازم كل الأطفال الرضع ياخدوا فيتامين دال من أول ما يتولدوا لحد عمر 2 سنة. فأول سنة من العمر بندي 400 وحدة دولية فيما يعادل 4 نقط من الفي دروب، وفي تاني سنة بندي 600 وحدة دولية فيما يعادل 6 نقط من الفي دروب. يعني بنستمر على الفي دروب لمدة 2 سنة، ودي الجرعة الوقائية اللي لازم كل الأطفال الرضع ياخدوها. الحاجة الأخيرة، الكالسيوم ما بيتاخدش للأطفال بشكل روتيني، الكالسيوم بيتاخد للأطفال اللي عندهم أعراض أو علامات نقص كالسيوم، واللي بنعمل لهم تحاليل وإشاعات معينة توضح إن الطفل ده محتاج كالسيوم، وفي الحالة دي الدكتور الأطفال بس هو اللي هيوصف الكالسيوم. ممنوع تستخدمي الكالسيوم من نفسك أو حد ينصحك ويقولك هاتي كالسيوم لابنك علشان يقعد أو علشان يمشي. الكلام ده خطر جدا وليه مشاكل صحية خطيرة جدا على الأطفال. تاني حاجة، إن احنا نحاول نمرن وندرب الطفل ونقوي عضلاته. أشهر وأحسن تمرين بنعمله للأطفال الرضع وممكن نبتدي نعمله من عمر 1 أو 2 شهور، هو إن الطفل يكون صاحي وننيمه على بطنه، وبعدين نحاول نخليه يبص لفوق
بان احنا نمسك لعبة او حاجة ليها صوت ونبتدي نحركها، هنلاقي الطفل بيحاول يرفع راسه علشان يبص على الحاجة دي. عملية رفع الراس دي بتقوي عضلات رقبته وكمان بتقوي عضلات ظهره، وده هيساعدنا كتير بعد كده ان الطفل يسلب راسه كويس وانه يقعد في معاده وما يتأخرش. نحاول نكرر التمرين ده وليكن دقيقة او دقيقتين، ونكرره مثلا 3 أو 4 مرات في اليوم او في الوقت اللي احنا هنبقى فاضلين فيه. لما الطفل يكبر شوية ويبقى صلب راسه ممكن نبتدي نزود في التمرين ده شوية بان احنا نحط الحاجة دي او اللعبة دي قريبة من ايده علشان يحاول يقلب نفسه او يحاول يقرب منها علشان ياخدها، وده بيقوي عضلات الذراعين وعضلات الظهر وبيقوي عضلات رقبته. ده التمرين اللي بنحاول من خلاله نثير الطفل ان هو يتحرك او انه يقلب نفسه او انه يرفع راسه، وده بيساعد الطفل كتير على انه يمر بالتطور الحركي بشكل كويس. في حاجة مهمة لازم أأكد عليها هنا بالنسبة لبعض الناس اللي بيستخدموا المشاية للأطفال اعتقادا منهم انها بتخلي الطفل يمشي أسرع، الكلام ده غير صحيح. المشاية ممنوع استخدامها للأطفال تماما، وانا عملت فيديو قبل كده اتكلمت فيه بالتفصيل عن أضرار ومخاطر استخدام المشاية للأطفال، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف بتاع الفيديو. فبلاش نستخدم المشاية للأطفال، دي توصيات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بناء على دراسات كبيرة جدا. في حاجة كمان مهمة، بلاش نستعجل على الطفل انه يمر بالتطور الحركي أسرع من الطبيعي. يعني حضرتك بلاش تكبر الطفل على انه يبتدي يقعد ابتداء من الشهر الثاني او الثالث، لان للأسف بشوف بعض امهات بيعملوا ده كتير، وده بيشكل حمل زايد على عظام الطفل وعلى عضلاته. خلي الطفل يمر بالتطور الحركي بتاعه بشكل تدريجي وفي الميعاد المناسب، بلاش تقارنيه بحد تاني، وتابعي دايما نموه وتطوره الحركي مع دكتور الاطفال. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا على زرار الجرس علشان يوصل لكم فيديوهاتنا الجديدة أول بأول. واشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي، وانتوا بخير وسلام وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.